أن يكون الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن العوامل أو ما يجب مراعاته أثناء عملية رش المبيدات. أول حاجة أن أنا أوضع المبيد بتاعي في التانك بتاع الرش وأعمل له عملية مزج كويسة، بحيث أن أنا ممكن أضيف نص التانك وأبدأ أحط المبيد، وبعد كده أبدأ أقلب المبيد بنص كمية التانك اللي باقية. يعني أنا لو أحط 200 لتر أحط 100، وبعد كده أحط المبيد وببدأ أحط الكمية التانية. رقم 2، أهل مكة أضرب شعبها. بمعنى لما نيجي نضيف المبيد بنشوف مكتوب عليه إيه. ليه؟ لأن الشركة اللي هي أنتجت المبيد أو المادة الفعالة دهيت أو المركب اللي في إيد حضرتك دهيت، هي أكتر شركة عملت عليه تجارب، وبالتالي ماشي هي أكتر حد يقول لك ده يتحط بكمية قد إيه. تمام؟ من الحاجات اللي رعيها برضو ان انت ما تحطش المبيد بتركيز عالي عشان ما يسبب لكش تلف او ضرر للنبات. كمان لو انت حطيت المبيد بكمية كبيرة غير الدوز او الجرعة اللي هم كاتبينها او مدونينها على العبوة، اذن فانت لو في حشرات ما ماتتش او آفة ما ماتتش من المبيد ده، هو بتبدأ تطلع لنا جيل اقوى من الجيل اللي مات، وبالتالي بتكون مقاومته للمبيد ده هو فيما بعد عالية جدا. تمام؟ وبالتالي ما بيجيبش فيها نتيجة. يعني بعد كده يا جماعة ياريت طبعا عملية خلط المبيدات دي هنتكلم فيها في فيديو تاني خالص، ما مش هنتطرق لها. تاني حاجة نضيف مادة النشرة او المادة اللاصقة، هي رخيصة جدا ومع ذلك يعني لها المفعول السحري. والمادة اللاصقة ده هي بتعمل لي توزيع متجانس وكويس جدا للمبيد، وكمان بتزود فعالية المبيد في ان هي بيقعد على النبات اكبر فترة ممكنة. تمام؟ دي المادة النشرة، ومع انها يعني رخيصة بس يعني مهمة جدا بصراحة. كمان المادة النشرة يا جماعة في اساسا في بعض النباتات ملساء. زي ايه؟ زي نبات مثلا البصل، الورقة بتاعته انبوبية ملساء، ولذلك بيصعب جدا ان فيه مبيد يلتصق على السطح الاملس بتاع ورقة زي ورقة البصل، وبالتالي لازم نحط معاه مادة نشرة علشان نقدر يعني الأوراق بتاعة البصل دي تحتفظ بالمبيد بأكبر كمية وبأكبر فترة ممكن. بعد كده يا جماعة بالنسبة ان احنا رعينا ان احنا عملنا الحاجات ده هي كلها في التانك بتاع الرش، بعد كده بندخل نرش. ايه اللي المفروض يعني ناخد بالي منه في عملية الرش؟ اول حاجة ان انا مرشش في الحرارة العالية، ان انا مرشش في الحرارة العالية. ليه مرشش في الحرارة العالية؟ مرشش في الحرارة العالية لان المحلول بتاع الرش يا جماعة بتبدأ المية بتتطاير نتيجة البخار. يعني في حرارة عالية بترش المحلول على النبات بيبدأ 5 دقايق ما تلاقيهوش. ليه؟ البخار بتاع المية عالي نتيجة الحرارة العالية، وبالتالي انا ابتديت افقد المبيد في فترة قليلة جدا، ممكن ما تكونش الآفة كمان ابتدت تتعرض للمبيد. دي رقم واحد. رقم 2، ان ممكن المية لما بتتبخر بتسيب لي المادة الفعالة على الاوراق، فممكن يزيد التركيز بتاعها، وبالتالي ممكن تحرق لي اوراق النبات، ودي حصلت مليار مرة مش 100 ولا 100. تمام؟ في الحرارة النبات بصراحة بيكون برضو ممكن يتعرض النبات لوقتها لزبون مؤقت نتيجة النبات ابتدى يقفل الصغور بتاعته عشان ما ينتحش كتير منه، وبالتالي يصعب اختراق المبيد يصعب اختراق المبيد للثغور اللي هي موجودة في الأوراق بتاعة النبات. تمام؟ تاني حاجة أخد بالي منها مرشش والرياح عالية.
مرشش والرياح عالية، وخصوصا لما بنكون خارج البيوت المحمية، وخصوصا اللي هو عنده أشجار، الأشجار بتبقى عالية، فلو فيه رياح هتبدأ تفقد كمية عالية من المبيد بتاعك، ومش هيوصل للشجرة أو للنبات اللي انت بترشه غير كمية لا تذكر من المبيد بتاعك. تمام. غير كده كمان ممكن واحد يقول لي بقى ما نرشش عكس اتجاه الريح والكلام بتاع الكتب ده، اصلا ما فيش رش في الريح، ماشي، يعني ما فيش اصلا رش في الريح، وخصوصا اذا كانت اشجار. ممكن الى حد ما نتقبل الرش بالهواء اذا كانت السرعه بتاعته قليله بالنسبه للخضر، لانه بيبقى الخضر بتبقى قصيره مش طويله، فممكن ديت نعديها يعني. ولكن اذا كانت الكميه الريح عاليه برضو فعلها فعل الحرارة العالية، لأن الرياح أصلا برضو بيبدأ البخر يعلى كلما زادت سرعة الرياح، والمبيد يعني كلها 3-4 دقائق بعد الرش وما بتشوفوش على النبات، فده ممكن يعمل لي مشكلة، والاستفادة كمان منه هتكون قليلة. بعد كده يا جماعة لازم قبل ما تنزل الأرض أو قبل ما تفكر سيادتك في عملية الرش، لازم الأرض بتاعتك تكون مروية، لازم الأرض تكون مروية كويس، لازم الأرض بتاعتك تكون مروية. بالنسبة للناس اللي هي بتشتغل في الأراضي الطينية أو بتروي بالغمر، مجرد بترش، مجرد ما الأرض بتاعتك تقدر تشيل رجل الراجل اللي هيقوم بعملية الرش ده. تمام. أما بالنسبة إحنا كري تنقيط، أنا ممكن أكون بروي وبرش عادي، بس أنا كل اللي بقوله إن لازم النبات يكون تحته مية، كله تحته مية، ليه؟ ما يكونش متعرض لزبول، والنبات يكون مفتح الصغور بتاعته، والنبات يكون مفتح الصغور بتاعة الأوراق بتاعته، والعمليات الحوية شغالة تمام التمام، إذا فالنبات في وقتها استفاد بكمية رش كبيرة جدا. بعد كده وانت بترش فيه زاوية أساسا للبشبوري بتاع الرش، الزاوية ده هي يا جماعة مش يعني حاجة، يعني لازم تكون زاوية كده بميل، ما تكونش زاوية بميل بالنسبة لخضر أو لأي حاجة، ونقدر نعم النبات من تحت ومن فوق. تمام. مع مراعاة حاجة، إن أنا لو برش مثلا في مبيد فطري إصابة مثلا زي البياض الدقيقي في الطماطم، بيبدأ من تحت لفوق، فحاول أركز على عملية الرش تكون قدر الإمكان في النبات من تحت، يعني تركيزي من تحت يكون أعلى من فوق شوي. تمام. بالنسبة لحاجة مثلا زي العناكب، العنكبوت الأحمر، بيبقى على الطبقة السفلية للورقة، يبقى الطبقة السفلية لورقة النبات، وبالتالي بيتطلب بشبوري أو موزع رش، بيكون في كده يعني حاجة، يعني موزع بيبقى بشبوري معوج من تحت كده، بحيث ان هو بيطلع لي المبيد من تحت لفوق. وده البشبوري ده شفته ياباني في السعودية هنا، ما شاء الله كويس جدا، وبجيب نتائج مهولة، افضل من البشبوري اللي هو العادي اللي هو بيبقى يعني ستريت، ده عدل على طول، ده ما بيجيبش العناكب او ما بأثرش عليها او نتيجة ان انا برش، الا بقى اذا كان الولد اللي هو ماسك الرش بيجيب النبات كويس من تحت لفوق كده بطريقة معينة، بيبقى مدرب عليه. تمام. في بعض الأمراض أو بعض النباتات لما بنتعامل معاها لابد البشبور اللي في إيدي أو موزع الرش، معرفش بتسموه إيه، يكون في وضع قائم، في وضع قائم، زاوية قائمة، في وضع زاوية قائمة. زي إيه؟ حاجة زي البصل أو الكرات أو التوم، ماشي. ده البصل مثلا لو جاله التريبس، تمام، التريبس بيدخل في الورق الأنبوبية عند التفرع، منطقة التفرع بتاعة الأوراق ديت، بيبقى داخل فيها التريبس من جوه، هترش بالزاوية المنفرجة بقى، ولا الزاوية الحادة، ولا سموها زي ما تسموها، ده مش هيجيب فيه نتيجة، لابد انك ترش بالزاوية القايمة، بحيث ان المبيد يتغلغل في المكان اللي هو او يوصل التريبس او الآفة اللي هي جوه في المنطقة اللي احنا بنقول عليها دي. تمام. كذلك برضو يا جماعة المنطقة دي اللي عاملة زي الأراطيس دي، بنجر السكر برضو، لما كنا نكافح المبيد بتاع بالنسبة لبنجر السكر، لو كان في دودة هي بتبقى داخلة في المكان اللي هو فيه
النبات بيكون او الورق بتكون فيه غضه لسه هو صغير عشان تقدر عليها، فبتكون داخله في المكان ده، فما بينفعش الا الرشاشه. والرشاشه طبعا اللي هي بتجر ورا الجرار ديت بيكون وضعها وضع زاويه قايمه، او الرش بتاعها بيبقى راسي يعني. تمام، الرش يبقى راسي. تمام، فده وضع البشبور اللي لابد على حسب الآفة ان انا بكافحها، ان كان على الورقه السفليه، اذا كانت البصل زي ما شرحت قبل كده، بس عشان الفيديو ما يطولش مننا. ما ترشش يا عمي خارج البيوت المحمية. لو انت خارج البيوت المحمية ياريت ياريت حضرتك ما ترشش في الصبح بدري اذا كان في ندى. اذا كان في ندى ليه؟ الورقة عليها كمية ندى، يعني ايه؟ يعني مية. المية دي يا جماعة لما انا ببدأ ارش عليها فبيحل التركيز بتاعها. تمام، يعني اقول لو الورقة عليها سنتيمتر مكعب محلول رش، بيبقى فيه ربع سنتي كمان على الورقة مية ومحر كمان لما بيكون فيه شبورة او ضباب او ندى كتير، فبيبدأ يخف لي تركيز المبيد، وبالتالي ما بيأثرش التأثير الجيد على الآفة او الفطر اللي انا برش. تمام، بعد كده يا جماعة ما نرش في الصبح بدري لو ما فيش اي مشكلة، ده افضل وقت. طيب او نرش المغرب، او نرش المغرب، المغرب افضل رش، او بعد العصر، وانا بفضل بصراحة المغربية كده قبل المغرب بساعتين بتبقى الدنيا كويسة على حسب درجة الحرارة. درجة الحرارة كويسة او في الشتاء رش في اي وقت، ما فيش اي مشكلة خالص. تمام، قلنا الحرارة برضو ما ترشش فيها حاجات زي الكبريت، لان الكبريت ممكن يحرق للنبات خصوصا في وقت الظهيرة في الصيف. بعد كده لو انت بترش حضرتك، لو انت بترش حضرتك، تمام، ياريت حضرتك لو فاض منك شوية رش في اخر الخزان، ياريت ما تعيدش بدل ما تعمل مشكلة للنبات وتسمم لنا النبات وتعمل مشكلة، لان انا لو بحط بالتركيز المعين وجيت عدت على النبات تاني ابقى انا كده ابتديت اعمل عملية دبلرة، او عملت زودت التركيز للضعف، وبالتالي ممكن يعمل لك نتائج عكسية بالنسبة للنبات. تمام، ياريت برضو ناخد بالنا اثناء عملية تفتيح الازهار نخف الرش على قد ما نقدر اثناء انطلاق عملية حبوب اللقاح، عشان ما موتش حبوب اللقاح دهيت، او ببدأ المبيدات النحاسية احاول اتجنبها اثناء الرش والنبات مزهر. تمام، بعد كده حافظ على نفسك، على حافظ على الناس اللي هي بتتغذى، اذا كان عندك محصول بتطلع منه فياريت تحافظ على فترة ما قبل الحصاد بقدر الامكان عشان ربنا يكرمك ويبارك لك، عشان ما تضرش بس الناس. فبساعتها يعني لو انت عندك حاجة كده تحاول بعد الجمع المحصول مباشرة، بعد مجرد ما يخلص لازم تنزل ترش لو انت عايز ترش، بحيث انك تحاول تقعد لك السبعة ايام او ستة ايام، او في مبيدات ثلاثة ايام، وفي مبيدات يوم واحد زي الفلورامايت اللي هو بتاع العنكبوت الاحمر المركب الياباني ده، مركب ممتاز جدا، هو غالي شوية 700 ريال يعني 3500 جنيه مصري الكيلو منه، والجرعة منه عالية، ولكن يعني ما باليد حيلة بالنسبة للناس اللي تشتغل عضوي او حيوي، او الناس اللي هي بتراعي فترة الحصاد، واللي المفروض بصراحة كلنا نراعيها أو بنراعي ربنا فيها على قدر الإمكان يعني. بعد كده يا جماعة ياريت تحافظ على نفسك قدر الإمكان، وتحافظ على العامل يكون لابس القفاز ولابس القناع بتاعه، مع إن العمال دماغتها ناشفة كل ما تجيب له البدلة يقول لك لا أنا يعني، فنحاول بقدر الإمكان تحافظ على نفسك، علشان انت بتتعرض لمبيدات، والمبيدات دي مواد كيميائية ممكن تسبب لك يعني الاثر بتاعها بيكون اثر تراكمي، يعني مش عشان انت ممكن ترش وتاكل اي حاجة مفيش مشكلة مش هتموت يعني، ولكن الاثر التراكمي انك تاكل حاجة بعد حاجة سنة سنتين ثلاثة عشرة، ممكن لا قدر الله يجي لك حاجة من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبعدنا ويبعدكم عنها. النهاردة العيد، كل سنة وانتم طيبين، بتمنى وعيد سعيد يا رب عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بخير، وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده هو قدر المستطاع، وتحت امركم في اي وقت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.